حنوعدكم مع ايت سمارت، واليوم معي رندا. ورندا اليوم بدها تحكينا عن موضوع مهم، اذا الواحد كثير ضعيف كيف بده يزيد وزنه، ما هيك؟ زيادة الوزن الصحية. اكزاكتلي. صباح الخير. صباح النور. واكيد بنبدا مع خبريتك. على الاكيد رح نذكر المشاهدين انه يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك بتكونوا عم بتتابعوني. حكينا لنا فتره على الاوميجا 3. مزبوط. انا وانت مزبوط، ودائما بنحكي الاوميجا 3 هو نوع من الدهنيات، وبنحكي انه الاوميجا 3 هو كثير مهم، مهم للقلب، مهم ضد بحمي الالزهايمر، منيح كرمال للركب، ومنيح للجلد، وكثير كثير كل مره بيطلع دراسه قديش هو منيح عظيم، لكن نحن عم ناخذ اوميجا 3 ان كان بالاكل او من خلال السبلمنتس، بس دائما انا بقول انه الاوميجا 3 اهم مصدر بدنا ناخذه هو المصدر الحيواني، ما قلنا غير السمك. السمك. هلا اليوم الدراسه اللي هي كثير عجبتني وقتها قريتها، لانه دائما انه بدنا ناخذه من مصدر كمان بلانت بيس، مصدر اللي هو منه حيواني، مصدر النباتي. فكثير اشخاص هن فيجن شو بدهم يعملوا بهالخبريه، ما لهم الا ياخذوا سبلمنتس، لكن الدراسه الجديده برهنت اهميه الالفا لينوليك اسيد اللي هو نوع الاوميجا 3 اللي موجود بالنباتات. فاذا وين موجود هذا النوع؟ هو موجود مثل ما بنعرفه باكثر شيء ببذر الكتان. ودائما انا بقول وقت ناخذ بذر الكتان لازم يكون مطحون. وفي وقت عم ناخذ ملعقه لازم ما نشتري مطحون، لازم نحن نطحنه. انليس اشتريناه مطحون من يعني اشتريناه وحدا طحنه قدامنا او عارفين انه مطحون مش طازه، مش يكون مطحون وإلا يمكن مش طازه بيفقد من الفوائد 100%. فهون عندنا كل ملعقه كبيره فيها 7 جرامات من الاي ال اي اللي هو عظيم، موجود بالشيا سيد، موجود بس بالشيا سيد تقريبا في جرام ونص، موجود ببذر الانبوس كمان، موجود بالصويا، موجود بالجوز، موجود ب فاذا كل هالاشياء الزيوت النباتيه، موجود بالمكسرات كمان، موجود بكميه كبيره، وبالجوز بكميه اقل، فينا نلاقيه بالبروكولي، فينا نلاقيه بالسبانخ. فاذا كمان هو موجود ولكن كميات هون صارت كثير قليله. لكن ما بيكفوا. اكزاكتلي. انبسطنا انه في مصدر نباتي، في مصدر نباتي اللي هو صار مفيد، احنا عارفين في مصدر نباتي بس بعد ما كانت الدراسات بينت قد هو مهم. فهالدراسات انعملت وانعملت على اشخاص كثير كثار وجمعت 41 دراسه، والدراسات انعملت على اشخاص من عمر 18 سنة لعمر 98 سنة، ومن سنة 1991 لل 2021، يعني عم نحكي دراسات ongoing. وتبين انه الاشخاص اللي هن بياخذوا هال ALA هالنوع من الاوميجا 3 النباتي كان عم يحصنهم بنسبة 10% اكثر تحسين من غيرهم، حماية صحية كاملة وحماية من الموت، وكان عم يحسن القلب بنسبة 8% أكثر من الأشخاص اللي هن ما بيتناولوا المواد اللي فيها ALA. فإذا هون تبين إنه بلا هو كثير له إفادة للقلب. هلا مثل كل شيء بالدنيا إنه نكتر منه هيدا شيء منه. كان بدي أسألك هيدا السؤال، كل يوم فينا ناخذ حبة إذا عم ناخذ سبلمنت؟ هلا ما كثير النصيحة ما كثير هي على السبلمنت بهالدراسه بالذات. في دراسه علي علامه استفهام انه اذا كثرنا من منه من فتره لفتره لازم نعمل كير، يعني هو الاكل تعمل. هو الاكل يعني بدنا ناخذه. نعم بدنا ناخذه من خلال تناول الاكل، هي هي كل الفكره. طيب بالاكل هون كمان العالم بتصير مش عارفه حالها باكل كثير او باكل قليل. هلا دائما انه نزيد بالاكل ما راح يوصلنا للكميات اللي هي خطره، هي دائما يلي بالسبلمنت. اكزاكتلي. ولكن من خلال الاكل هل كل يوم بدي الاشياء اللي انا ذكرتها اتناولها كلها وبكثره؟ والجواب هو لا. يعني انا اليوم في اكل بذر الكتان، بكره بي في اخذ شيا سيد، في استعمل بعد يومين الجوز، ما ضروري يكون عم باخذهم كلهم سوا. وكمان بنفس الوقت فينا نكون في اشخاص بكونوا عم يطحنوا المكسرات مع البذور وبحطوهم كلهم سوا، وساعتها بنمسك ملعقتين منهم كبار بنحطها يوميا، بتكون كافيه وبتجنن كثير منيح.
تنرجع لموضوعنا رندا. هلا موضوعنا موضوع كثير مهم ستيفاني، لانه مثل ما بنحكي عن نحن اشخاص اهميه انه يخسروا وزنهم وقديش مهمه للصحه، كمان نحن انه يكون عندنا وزن قليل اكيد منه منيح واكيد بيؤدي لامراض مختلفه. هلا بالاجمال نحن بنطلع على البي ام اي وبنقول انه الشخص اللي هو ضعيف هو البي ام اي عنده اقل من 18.5، ولكن انا ما كثير بحب خبريه البي ام اي، انا بحب الشخص مثل يجي لعندي على العياده اعمل له الفحص الشامل ونطلع هون قديش هو عنده عضل بجسمه، قديش في دهنيات بجسمه الى اخره، ومي والى اخره، ومن وهون اذا عندنا نقص بنقرر. اكزاكتلي بنقرر. هلا فاذا اول شغله بدي اكد انه هل هالشخص هو اندر ويت اما لا، لكون عم بشتغل معه او في المام تكون عم تنق او في حدا تاني بالبيت يكون عم ينق على الموضوع، هيدي شغله. الشغله الثانيه بدنا نشوف شو سبب نقص الوزن، هل هو في سبب مرض، هل هو جسمي ما عم يقدر يمتص التغذيه اللي انا عم بعطيه اياها، او في ناس يمكن بيحرقوا او عم يحرقوا زياده كالوريز. اذا ما عندي سبب كمان بدي، فاذا عندي سبب هل في مرض مثلا، حدا معه سرطان مثلا وعم يخليه هالشيء يضعف، هل هو معه سكري عم يخليه يضعف الى اخره. فاذا هون نحن لازم نعالج السبب قبل ما نعالج الاكل، سو بنعالج السبب وبعدين بدنا نعالج الاكل. هلا وعندنا اشخاص هل هن حابين يكونوا ضعاف، وهل هن بيقولوا بدي زيد وزني ولكن ضمنيا مش ضروري، ضمنيا في شيء بالايتينج ديس اوردرز اوكي عم يقول لهم لا هيك ماشي الحال. فاذا كمان هيدي شغله كيف ما كانت لازم تتعالج، هيدا لقينا بدنا نفتش على العلاجات. من هون بدي ارجع على طب انا بدي زيد وزني شو الحلول. أهم حل هون هو زيادة تناول الأكل. فإذا نحن إذا عالجنا شو لازم يزيده أكثر شيء؟ عظيم. سو الشغلة اللي بدي أحكيها إنه أشخاص، معظم الأشخاص اللي هن كتير ضعاف بقفوا وقعات، بيقولوا لنسينا الأكل. فأول شغلة بدنا نتعودها إنه هون ما بدنا نقف وقعات. في أشخاص ما بيحبوا يأكلوا وقعات كبيرة، ما بيأثر ابدا، ناكلوا وقعات صغيره ولكن بدنا نكون عم ناكل كذا مره بالنهار كذا مره بالنهار. هيدي شغله. الشغله الثانيه نحن بنقول بالاجمال اذا زدنا كل يوم 500 وحده حراريه للشخص، فاذا نحن بخلال الجمعه نص كيلو، ولكن 500 وحده حراريه معتمدين على شو؟ يعني انا بدي اقول انه هون شوي هاي الخبريه منا دقيقه، لانه هون لنعرف 500 وحده حراريه هو للكميه اللي هو بياكلها، يعني احنا بدنا نشوف هالشخص قديش بياكل يوميا وزد له هال 500 وحده حراريه، وهذا الشيء مش دائما بيكون دقيق. اذا زاد 100 كالوري بكل وقعه يمكن تزبط. ايه فنحن بدنا نعمل ايم هدف، انا بالحقيقه اجمالا بزيد 1000 كالوري على النهار، وراح تشوفوا انه فيها تنزيد بسهوله. وقتا نحن بدنا نزيدها، اولا تقسيم 6 وقعات، ثانيا نحن بدنا ندخل الاكلات اللي هي فيها دنسيتي اوكي بالنيوتريينتس، يعني انا في ادخل كل يوم زياده على كل وقعه عم تقولي لي 100 كالوري ملعقه زيت زيتون كبيره تقريبا بتحتوي على مزبوط حسب قديش حطيتوها بين 120 140 وحده حراريه. سو اذا على كل وقعه زدنا ملعقه زيت زيتون هون زدنا تقريبا بال 400 كالوري. في انا الشيء اللي هو سوفت في زيد الافوكادو، في اشخاص بحبوا ياكلوها، الافوكادو الصغير فيها 300 كالوري، فينا نعمل لهم اياها سناك، في اشخاص ما بحبوا ياكلوها كسناك، في بحبوا يحطوها بقلب السالد، فنحن بنصير ندخلها بقلب السالد. طيب شغله ثانيه، نحن هون فينا نكون عم نزيد جبنه بالاكل. كيف؟ يعني نحن اذا اكلنا لنقول عندنا سالد، بهالسالد فيه يحط بذور زيادة، أو في يقبروا الجبنة حط فيها، أو في يحط كم جوزة بقلبها. ما حكيت عن الشوكولا. فعم بحكي هون على الأساس بالإجمال الأشخاص الضعاف ستيفاني هن أشخاص بيأكلوا شوكولا. يعني كانوا بيجوا لعندي إنه ما كتير لهم نفس يأكلوا، بس بيبقوا مرئين شوكولات أو مرئين كم حبة بسكت أما شيء هيك. فأنا هون عم فوت أشياء اللي عم سميها هيدن كالوريز، بدنا نحطها بقلب السوسات، السوس اللي نحن عم نحطها.
كمان نكون عاملينها كوندنسد. وعم اقول انا مشان هيك عم نحكي الاكل الصحي، كيف فينا نفوت من خلال الاكل الصحي. هلا متى ما هول الاشياء الصغيره اشتغلنا عليها هيلثي كيك، لكن هون بنبلش نحكي على الكولاسيون، اما السناك اللي بياخذوها، فهون السناك اللي بياخذوها كيف نحن فينا نفوت الكيك بقلبها الشوكولا الهيلثي منه غلط، الكاسترد كمان مش غلط انه تكون عم هول البودينج كمان منه غلط، وكمان بعنا اكيد حليب فول فات 100%، وكمان عنا السناكس اللي هي مثل ما قلنا فينا نحط الافوكادو مع العسل او نعمله مع الزيوت، او كمان فينا نحط المكسرات ونكون عم ناخدها. في اشخاص بحبوا ياكلوا كراكرز، بنحط لهم كراكرز محمصين ما بحسوهم تقال، بحط معهم اللبنه اما الحمص الطحينه مع الزيت فوقها وبيكونوا عم ياخذوها. اعطيتينا افكار رندا، ثانك يو لكل يلي بدهم يزيدوا وزن. هاف ا نايس داي، مشاهدينا رح ناخذ سوا وقفه ومتابع لايف.